ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن نقدم لأنفسنا أعمالاً صالحة تبيض وجوهنا يوم نلقى الله، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم يقف العبد أمام الله عز وجل بشحمه ولحمه وعظمه، الجسد مكشوف والقلب مكشوف والجوارح ناطقة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في هذا اليوم العصيب وفي هذا الموقف الشديد، ما النجاة وما المخرج؟ النجاة والمخرج في قول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم من الشرك، قلب سليم من الأمراض والآفات والشهوات والشبهات. فصاحب القلب السليم يعيش حياته سعيدا مطمئنا، ويكن في الآخرة من الناجين الفائزين. فليس أروح للإنسان ولا أقر لعينه ولا أطرد لهمومه من أن يعيش سليم الصدر، نقي القلب، هادئ البال، مطمئن النفس، إذا رأى نعمة تساق إلى أحد من عباد الله رضي بها وأحس بفضل الله تعالى فيها وبفقر عباده إليها، وذكر قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك
فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذا رأى أذى يلحق أحدا من عباد الله حزن لذلك ورجى الله أن يفرج كربة هذا العبد، وبذا يعيش المسلم سليم الصدر نقي القلب هادئ البال مطمئن النفس. فنظرة الإسلام إلى القلب خطيرة، فالقلب المريض الأسود يفسد الأعمال الصالحة ويطمس بهجتها ويعكر صفوها كما يفسد الخل العسل. أما القلب السليم الأبيض فإن الله يبارك فيه ويوفق صاحبه لكل خير. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ من أفضل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقيل يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ومن هنا كانت الجماعة المسلمة حقا هي التي تقوم على عواطف الحب المشترك والود الشائع والتعاون المتبادل، لا مكان فيها للفردية ولا مكان فيها للأنانية ولا مكان فيها للشحناء والبغضاء والحقد والحسد، بل هي كما وصف الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن العداوة والشر إذا تمكنا من الأفئدة تنافر ودها وانمحى خيرها وانتهى عطاؤها وتحول الخير إلى شر والحب إلى بغض والعطاء إلى منع والإيثار إلى أثرة وأنانية وحقد، وارتد الناس إلى حال من القسوة والعناد يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ولذا فقد تيقظ الإسلام إلى بوادر الجفاء ومكامن الداء فلاحقها بالدواء قبل أن تستفحل وتتحول إلى عداوة فاجرة. من ذلك أن الإسلام نهى عن الخصومة بين المسلم وأخيه. نعم، قد يحدث أحيانا أن تشعر بإساءة موجهة إليك من أخيك المسلم فتحزن لها وتضيق بها وتعزم على قطع الصلة بأخيك الذي أساء إليك، لكن الإسلام لا يرضى أن تنتهي الصلة بين المسلم وأخيه إلى هذا المستوى. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. والإنسان بوجه عام في أي قضية وفي أي مشكلة وفي أي خلاف أحد رجلين: إما أن يكون ظالما لغيره وإما أن يكون مظلوما من غيره. فإن كان ظالما لغيره فعليه أن يقلع عن غيره وأن يعدل فيما ظلم فيه وأن يصلح ما أفسده
من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء، من أي شيء، فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه ثم طرح في النار. ذلك نصح الإسلام لمن كان عليه الحق أو كان ظالما لغيره. أما المظلوم كذلك نصحه الإسلام أن يلين وأن يعفو وأن يصفح، بل وأن يحسن عملا بقول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كذلك من الأمور والأمراض التي نهى الإسلام عنها حتى يحفظ على القلوب سلامتها الافتراء على الأبرياء. فالافتراء على الأبرياء جريمة منكرة، لما في ذلك من جرح للمستورين ومن تشويه للحقائق. قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أشاع على مسلم كلمة هو منها بريء يشينه بها في الدنيا يعيبه بها في الدنيا، كان حقا على الله، كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى ينفاد ما قال، أي حتى يثبت ما قال. وما دام الذي قاله عن أخيه بهتانا وإثما، فكيف يستطيع أن يتنصل من تبعة ما قال يوم القيامة؟ أو كيف يستطيع أن يثبت عند الله باطلا؟ إن سلامة الصدر والقلب تفرض على المسلم أن يتمنى الخير للناس إن عجز هو عن سوق هذا الخير إليهم. أما الذي لا يجد بالناس شرا فينتحله لهم انتحالا فأولئك لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ومن فضل الله على عباده أنه أمر بستر عيوب الناس وإن صدق اتصافهم بها. سبحان الله، من فضل الله على عباده أنه أمر بستر عيوب الناس وإن صدق اتصافهم بها، ومن ثم حرم الإسلام الغيبة. والغيبة كما تعلمون وكما علمها وشرحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ذكرك أخاك بما يكره. فقيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول عنه كذا وهو كذا، أقول عن أولادي كذا وهم كذا، أقول عن أهلي كذا وهم كذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان في أخيك ما تقول فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. كلمة سيئة تقولها على أخيك لا تخرج من افتراء أو غيبة. والغيبة داء عضال، مرض خبيث يضيع الحسنات ويجلب السيئات ويفسد القلوب ويقطع العلاقات. ومن الناس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، فيأتي لسانه بما حصله به من غيبة فيهدم هذه الحسنات على رأسه.
فالحذر، كل الحذر من الغيبة، فهي مرض يفسد القلوب ويضيع الحسنات ويقطع العلاقات. كذلك نهى الإسلام عن النميمة، وهي أخت الغيبة. وكما هو معلوم لدى الصغير والكبير أن النميمة تطلق على نقل قولة إنسان على إنسان آخر، كقول ذلك النمام أن فلانا قال عنك كذا، أو أن فلانا فعل في حقك كذا. أمراض معروفة مشهورة يعرفها الصغير والكبير، ومع ذلك كثير من الناس يقع فيها. رب كلمة شر سمعها عاقل دين فنهى قائلها وزجره ولم ينقلها، فقتلت مكانها حيث قيلت. ورب كلمة شر سمعها جاهل فنفخ فيها ونقلها، فأشعل نارا وفرقة بين قلوب المسلمين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. كذلك نهى الإسلام عن الحسد، والحسد من الأمراض الخطيرة التي تمرض وتفسد القلوب. وإذا دخل الحسد قلب إنسان خرج الخير منه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحسدوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وإذا دخل الحسد قلب إنسان ملأه هما وغما. والحسد هو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه، سواء تمنى أن تزول النعمة عن أخيه فحسب، أم تمنى أن تزول النعمة عن أخيه وتتحول إليه. وقيل: يكفيك من الحاسد أنه يغتم في وقت سرورك، وليس في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. أمراض كثيرة خطيرة تفسد القلوب وتضيع الحسنات وتجلب السيئات، فكن على حذر منها. هذه بعضها، وإلا فهي كثيرة، فلنرجع إليها في قراءة عنها، ولنرجع إلى قلوبنا ننظفها ونطهرها من هذه الأمراض التي ذكرناها ومن غيرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، أكرمنا بنعمة الإسلام وجعلنا من أتباع خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وحبيبه، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينًا عمية، وآذانًا صمة، وقلوبًا غلفة، وفرق به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والمؤمنين والكفار، والسعداء أهل الجنة، والأشقياء أهل النار، وجعل حبه لمن اتبعه. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله.
ثم أما بعد أيها الإخوة، إن صاحب القلب السليم يعيش بسلامة قلبه سعيدا مطمئنا في الدنيا، ويكن في الآخرة من أهل الجنة. شهد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فتأهب الصحابة ليروا من هذا القادم الذي يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، هل هو أبو بكر أم عمر أم عثمان أم علي أم خالد أم غيرهم من كبار الصحابة المعروفين المشهورين رضي الله عنهم أجمعين. العجيب أن راوي الحديث قال: فطلع علينا رجل، رجل لا يعرفه، ليس معروفا حتى أنه لا يعرف اسمه، رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، وقد علق نعليه بيده الشمال. رجل بسيط غير معروف لا يشار إليه بالبنان. فلما كان اليوم التالي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في نفس المجلس مع أصحابه، قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فتأهب الصحابة كذلك ليروا من هذا القادم. والعجيب أن نفس الرجل على نفس الهيئة خرج على الصحابة. فلما كان اليوم الثالث قال صلى الله عليه وسلم مثل مقالته الأولى والثانية: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع نفس الرجل على نفس الهيئة. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، تبع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا الرجل ليرى ما الذي يفعله، حتى يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات بأنه من أهل الجنة. لأن الصحابة أيها الإخوة هدفهم، غايتهم من حياتهم الوصول إلى الجنة، ليس لهم هدفا إلا ذلك، الوصول إلى الجنة. تبع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا الرجل، فبات عنده ليالي 3. يقول عبد الله رضي الله عنه يحدث ويشرح حال هذا الرجل، يقول: فبت عنده الليالي 3 فلم أره يفعل كبير عمل غير أنه يصف حاله، إذا تعار، إذا تقلب في فراشه في نومه ذكر الله، ذكر الله حتى ينهض لصلاة الفجر، ولم أسمعه يقول إلا خيرا. أمور عظيمة، لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يرها كذلك، فقال لهذا الصحابي الجليل: ما الذي بلغ بك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات بأنك من أهل الجنة؟ فقال ذلكم الصحابي: ما هو إلا ما رأيت، غير أني، وهذا هو الشاهد من الحديث، غير أني لا أبيت ضاغنا حاقدا على مسلم أبدا. فقال عبد الله رضي الله عنه: هذا الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة القلوب أمر عظيم، لكن سلامة القلوب لها علامات، ليست دعوة يدعيها كل من أراد أن يفر من أوامر الله أو أن يتجرأ على معصية الله، لا، في هذا الحديث فقط
يصف عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا الصحابي فيقول: غير أنه إذا تعار في فراشه ذكر الله، أي أن هذا الرجل يلهث لسانه بذكر الله حتى أنه في نومه غير مستيقظ لسانه رطب بذكر الله عز وجل. أين نحن من ذلك؟ الثانية، العلامة الثانية، ذكر الله حتى ينهض لصلاة الفجر. صلاة الفجر، صلاة الجماعة بوجه عام وصلاة الفجر بوجه خاص. هذا الرجل من سمته وطبعه أن يحافظ على صلاة الفجر في جماعة. الثالثة، ولم أسمعه يقول إلا خيرا. الله أكبر، لسانه منضبط، لسانه لا يعرف غيبة ولا نميمة ولا سبا ولا فحشا ولا بذان ولا افتران، لسانه منضبط لا يتكلم به إلا بخير. أين أنا وأين نحن من ذلك؟ سلامة القلوب أمر يسير على من يسر الله عليه، والأمر يحتاج إلى مجاهدة حتى تقتلع من قلبك ومن نفسك هذه الأمراض وغيرها: الخصومات، الافتراء، الغيبة، النميمة، الحقد، الحسد، إطلاق البصر، إطلاق اللسان. من أراد أن يعيش سعيدا مطمئنا في حياته فليطهر قلبه، ومن أراد أن يكون من الناجين في الآخرة فليطهر قلبه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضعيفا إلا أعنته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أخذته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا، وارحم اللهم أمهاتنا، وارحم اللهم أمهاتنا، واهد زوجاتنا، واحفظ أولادنا. اللهم احفظ أولادنا، واستر أعراضنا، واستر أعراضنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم نور بالقرآن قلوبنا، ونور بالقرآن قبورنا، ونور بالقرآن حياتنا، ونور بالقرآن مماتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.